السلام عليكم يا حبايبي، معاكم ام اشرف، قناه ام اشرف. ام اشرف ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زرار الجرس يوصل لكم كل جديد. ادي البط ده بقاله عندي 45 يوم، ما كنت جايباه عمره بتاع 10 ايام كده، وجبته واكلته وزي ما انتم شايفينه قدامكم اهو. اكلته الاول علف صافي، وبعد كده حطيت له عيش على تشيشه على رد على العلف، وانتوا شايفينه قدامكم. بس اهم حاجه تحافظي عليه، تحافظي على تحطيه برده في مكان امين، في مكان بعيد عن القطط، في مكان ما فيش حاجه تشم في اكله، وتقفلي عليه كويس. وكل دي برده تملي بيتك، وبايدك ايه تخلي بيتك مستور. ادي معاكي الحاجه اهوت، وادي انتوا شايفينها قدامكم يا حبايبي. واللي عايز اي حاجه يسال فيها تكتبولي على التعليقات. ما تنسوش قناة ام اشرف، وما تنسوش تحطوا ايه لايك وتدوسوا وتفعلوا زرار الجرس يوصل لكم كل جديد من قناة ام اشرف. واحنا بخير وبركة بكم يا حبايبي، وما تنسوش ام اشرف. البط ده نوعه خليط، يعني بلدي خليط، بس بيشيل الذكر معاكي بيشيل. هو ده عمر كده معاكي، ده عمر 40 يوم او 45 يوم. احنا كنا جايبينه عمر 15 يوم او 10 ايام، بس جبناه وحطيناه وولناه تحت الاول، وبعدين طلعناه على السطح زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش ادي البط قدامكم وتولوه. اهم حاجه كل كام يوم تحطي له حته خميره كده مع الاكل، تحطي شويه نقطه خل مع الميه عشان تطهر بطنه، وما تخليش اي حاجه ياكل تلوث ياكل حاجه. وانت بتعملي برده ما بس زفر، ما باش في حاجه، ما تحطلوش عيش مبلول ولا تحطي حاجه، لان العيش المبلول بيعمل عفونه في البطن وبيعمل ديدان في البطن، ما بيكبرش البط معاه. اهم حاجه نوع العلف، تشتري علف حلو ونضيف وتمشيه عليه. كل ما تمشيه على علف نضيف يوصل معاك الحجم اللي انت عايزاه. تسبحي الدكر 3 كيلو، 2 ونص، 3 4، هي الدكر بيشيل 4 5. ما تنسوش قناة ام اشرف يوصل لكم كل جديد، فعلوا زرار الجرس يوصل لكم كل جديد.